موجز الأنباء من أونلايف، أهلا بكم. غادر وفد من رئاسة الجمهورية مطار القاهرة الدولي متوجها إلى برلين في زيارة تسترق عدة أيام للإعداد لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لألمانيا المقررة في بداية الأسبوع المقبل. ويشارك السيسي خلال زيارته لبرلين في القمة الأفريقية المصغرة التي تستضيفها برلين حول التنمية في أفريقيا، وذلك بحضور قادة من عدد من دول الأفريقية. ومن المقرر أن تناقش القمة سبل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللجوء، كما سيتم عقد ملتقى اقتصادي على هامش القمة، بالإضافة إلى لقاءات مع عدد من شركات الطاقة وشركات الأدوية. أدى طلاب الثانوية العامة في ثاني أيام امتحاناتهم اختبار مادتي اللغة الأجنبية الثانية والاقتصاد، وكان الدكتور رضا حجازي رئيس عامل امتحانات الثانوية العامة قد وجه رؤساء اللجان بضرورة التعامل بحسم في رؤساء لجان بدرجة التعامل مع الطلاب بشكل يهيئ لهم الجو المناسب للامتحان وتوفير تكافؤ الفرص أمام جميع الطلاب ومنع الغش بكل الطرق سواء داخل اللجنة أو خارجها، فيما تباشر لجان تقدير الدرجات بكنترولات الثانوية العامة مهام عملها الرئيسية بالامتحانات، حيث تبدأ في تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية الذي أجري أول أمس. غادر مطار القاهرة الدولي اليوم الشيخ حسن عبد الرحمن الثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة القطرية، وذلك رفقة أفراد من أسرته، حيث كانوا المقيمين بالقاهرة متوجهين الكويت عقب قرار مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ومنع الرحلات الجوية بين القاهرة والدوحة. وصرحت مصادر أمنية بالمطار لأونلايف أنه تم إنهاء إجراءات سفر حسن عبد الرحمن الثاني والوفد المرافق له على الطائرة الكويتية، وذلك وسط حراسة أمنية مشددة من سلطات المطار. نهاية الموجز، مشاهدينا، إلى اللقاء.